صباح الخير. بعد استبطاني. شو؟ انت شو بلاني؟ يلا ليش؟ انتبه. عندي هو قيمة. ترى هناك عندك كلم عندك. لازم انا؟ ايه. ليش؟ بس. تحبني؟ جوزة. انت تحبني ولا لا؟ ايه يلا. شو يلا؟ افتح. انزل؟ ايه. زي بعدني لا تسبح. ولا. شو العب يا سطع المسجات. وخذي. ما بارسلت انا باي انت. بلا. انا لو بارسم انت. دقيت لي انت؟ ايه. ما سمعت حبيبي. كذاب انت. انا كذاب؟ اخذيك الصراحة. الله الله. زين. بي تريكت له بعد؟ شنو خلاص. زين شو تريكت عاد؟ خبز. وشو بعد؟ حليب. خبز مال المغرب لو خبز شباب ولا خمير؟ لا. حليلة. حليلة. مال المغرب؟ لا اول. ببيع هذا ولا هذا؟ هي القيمات. هي واحد. ايه اثنين اكلت؟ ايه. بتنتبه يا حبيبي لا تجلس تاكل وايد يا ابوي. ترى طه قايل انا ما بودي صلاح اني متين. يلا. ايه لازم ما يغدي متين صلاح. قلنا له زين. يلا ترياني؟ ايه. ما بتاخر 5 دقائق بيك. سبع صح؟ ايه بس اليوم الحلاق وبنتعد وتري الشركه بيجيبون الفراش. وين؟ فراش حق ما بنحن ماخذين الدواسق اللي راقد عليه هنا 4 زين يا ابو 2 واثنين وين؟ انا قلت لهم لا تجيبونهن لين تذهب شبارينا. وين؟ يلا الحين بيجيبونهن. يلا ترياني حبيبي بيك. ثانك يو صلاح. وين بشكرك؟ شو؟ جوازي انا ولا جوازك انت؟ لا جواز. شو يعني هالكلام؟ فلوس معاش. المعاش المعاش اليوم المعاش. صباحكم خير ونور وسرور. مرحبا 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 ابو احمد. اصبر انت هذا ابو شو عندك؟ شو دقيقه شو تبي؟ فلوس خليه. يا هلا فلوس يا هلا فلوس ليه مخبل بالعرب كلها؟ ما خلت حد هالفلوس ما خبلت به. ليه زين اعتدل زين باخذ هنا زين اعتدل. قول صباح الخير يا اخويا. ايه خير. شو بعد شو سويت توك؟ ما حد سمع ما حد سمع ما زين صغيرونه. زين صباح الخير. تمام. لا صباح الخير يقولون صباح النور. خنون. قولهم ايش حالكم؟ خير. لا انت قول مش حالكم. احنا لا ما شي ابوي فايد هذا عزيزنا ونحن نعلم فيه. انت ما تعرف يوم تبقى البيزات تعرف. ها يلا شو هذا صلاح؟ معاش. صلاح لازم ابوي هو لي يسلم معاشات عماله. ما يداني حد ابوي ما يبقى حد بينه وبينهم. زي هذا حق منو؟ عشان كم عاد المعاش؟ 2 زين زين. وهذا حينه؟ شيشة حق البترول. ايه. زين يلا عاد بيخلص الفيديو يا ربي. ها وهذا شو؟ هذا حق البوك العود حين بين تفخ. هذا 500 حزروهن عليا بيودونهن ابوي مصرف ابو ظبي. هب مصرف ابو ظبي بنك المركز المصرف المركزي يوديه هنا ابوي حق اختفاط متصرف فنقم ابو 10. وهذا حق شو صلاح؟ حق صالون. هذا كم اللي هني توه؟ وات حق شو هذا؟ هي هذا حق ابوي المير مالك روحك الحليب والفواكه وكل شيء. شيء بعد باجي؟ زين صلاح احنا هكذا يعزلهن شيء 1000 بيودي حق اخت فاطمه. فاطمه تشتغل 500 يودي 500 تشتغل ترى هي في المصرف ويصرفونها لقهم ب 10 ويردون بعد نص الشهر يصرف بعد هاقهم ب 10 يوديه الهلال الاحمر. هو كل يوم يودي 20 يقولهم هذا ابوي حق عوشه ويعطونه الورقه مالت الهلال الاحمر. ليش؟ ما لقطتهم؟ لا مال هلال مال حق عوشه.
تودي الهلال الاحمر اللي في المول؟ والله البيت انا بس ادري كم تودي لهم الهلال؟ 10 ل20 لا واحد كل يوم ولا يوم هي؟ ثانك يو صلاح، ثانك يو صلاح. بس عاد من هالتعدي لا والله يلا سوي تعرف واحد هدي له صلاح حرام حليلها مسكينه هات وايد كلها صلاح عطها 10 زين مو 10 مو حلاب ابوي يقول عشور حق الحلاب منو يسوي لك ريوق وكل شيء زين بس يل سي سي سدام 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 صلاح خلاص خلاص سيري سيري خلاص خلاص في يوم العصر بيسوي مود زين الحين قبض بيزات ما يتهون عليه البيزه شكرا شكرا بعد ها ها Big car? Yes. They, what they bring? I didn't check. Okay. Told them, wait, I'm coming. Okay, thank you, Malhanaya. Thank you, thank you. It's not too much. I put another one. We're going to get a guest from the Al-Ain. We're going to get Salah. The first day we got Salah in the Al-Ain. And they came to him. We're going to get him today. And he said, I'm not going to show you. I'm going to show you. مترخص من شغل صاير في مهمه يعني وما بحد يدري بني انا جاي قلت له ان شاء الله قلت له ما بصور كل هذا ما حد درى هذا على قلب على ايه عارف مرحبا بمحمد بن علي الله يرحبك يا عمر حياك الله حياك الله عرفتنا بهالزياره يا محمد ومشكور مشكور على هالزياره الفنانه جزاك الله كل خير وصلاح يهادي بك صبح ومساء صلاح صلاح سألت عاد عن أبوه لا ما كان استوى عندهم عرس إلا أول صلاح يحضر عرسهم لكن يحضر عرسهم ليش يحضر عرسهم لأنه يبتدي عرسهم أول يومين في البيت فهو يحضر عرسهم داخل البيت يعني تقريبا رابي وياه متراضعين بينهم دم ولحم ها ايه وهذا ريال يستوي اخو عيالنا نحن مرضوع ويا عيالي بس ها محمد بن علي الكعبي شو صلاح فنان الحين شو تبي انت لازم قهوه من تشوف نيالك قهوه جيت انت فنيالك عادي ونص يلا يلا عدل الفنيال سيده هذا سيده البيزات روم تقبضها سيده إيه؟ الفنيال لازم محتاس حركات انت من استويت حركات ها تمام بس يلا زي اصبر اصبر ضو جهنم ما عرفك اليوم شو كلام اليوم الخميس الخميس لا اول خلاص اول واليوم شو عيال اربعة حبيبي اليوم ما بالاربعة الاربعة عايز الصالون عايز ترى على فكرة الوقت اللي طاف ما يعرف الاربعة من الخميس مليون هاي الامور كلها ما يعرفها السبت بالمخاطبة ويستوي العرب ويحس انه عضو فعال في المجتمع نجحت كل هالامور وايدين اللي يعرفون صلاح قبل 15 سنة كان يلوي في الشموس من بيت حياة مايا في البطين لين قصر الشيخ خليفة الله يطول بعمره يوميا القوايل كل العرب اللي في الفرجان هاي يعرفوا وين قصر الشيخ طحنون قصر الشيخ مبارك بيت علي الشرفة بيت عفر المسعود الله يحفظها في هاي المنطقة كل الفرجان يعرفون حاسين بالفرق اللي صلاح تعرض له لأنه وايد العرب اللي عندها مثل حالة صلاح آمين مش عاطينا أي اهتمام وعاطينا هادو أكل ندوك ركبوه ولا دسوه عن العرب ولا لكن إذا أنك تخليه يشارك ينتج ويغدي فعال وهاك اللي تضميناه في المؤسسة مالت القصر اللي بنت سيف بن راشد بن خدية قابلها أمورها وسار لكن عقب ما بغى لأنه
الحمام يلاسي وهو يبقى حمام ما ادري ايش قال يعني طلبات بعد. وليش ما تبى تصير صلاح ليش ما تميت في المدرسه؟ هذا نديم ايه عرفتوا؟ يقول انت قلت لي ابوي يسوي رياضه والرياضه ابوي تاخر على قال انت قال لي سوي رياضه والرياضه والرياضه الصبح كانت ودي المدخن وقفت العوده واسته تشلين بالزار انت شلين زار شال المدخن في البان وشي what's the reason for carrying the مدخن the مدخن no need to wait for to finish talking sir excuse me please thank you please I have to wait madam to finish to speak and then I will for أيوة. يا سلام وتحترج yes. العودة شو فائدة العودة and the people they are waiting sir huh the people for the camera they are waiting you okay I'm coming حتى نسيت والله شو كنت أقول شو كنا نلعب مساء بس نسيت ايه فليش يا صلاح ما كملت المدرسة؟ قال ابوي انا ما اريد اسيل المدرسة زين وصلاح ابوي رفض المدرسة والسبب توقيت الرياضة الصبح توقيت الرياضة هو ياخذ لك في دور مدار الفريج بيت. في الفلاح دور مدار البيت زين البيت المدة 45 دقيقة ويخطف عليه الوقت يوم يصير يقولوا لي بلاك تأخرت ونقمهم عاد وخلاص من هاك اليوم صلاح ابوي ما صار المدرسه ويلس ابوي في مدرستنا نحن بيني انا وبين خواتي واخوتي وعند خلف شويه وعند خديج شويه وعند فاطمه شويه وعند بدري شويه واكثر وقت ما بيموت نزيد يلا يا رك الله يا رك ابوي فندالنا البنفسجي بقول لك بنفسجي غير عن اللي موجود في السوق ويوجد في الهول هول فود اللي في امريكا هاي مات الاشياء الطبيعيه يسمونها البليه كيماوي بعد يلافته بعد غريضه مبشرات كل يلافه اغلط شوف لون من داخل سبحانك يا رب قولوا لي خالد نحن نتصل على الرقم مال الطلبات وما حد يرد ابوي نحب بدال الودي لك ودي بخبرينكم بس الواتساب اللي بيطلب واتساب يطرش رسالة يقول نبد هنا ولا نبى بزار اللي هو نحن المندوب يطرش لابوي القائمة يخبره ان هذا بهالكثر وانت وين مكانك وعنوانك وعلمك وخبرك في خلال يوم واحد ساعة ساعتين يوصل كان في أبوظبي وكان في دبي نهار ثاني يوصل وباقي الامارات بنهار ثاني يوصل يعني كل يوم هالسؤال هي لك يمكن حد من هذا متابعين لي داد الامرأة اللي يوم اللي بابوي لازم يعرف انه بالواتساب مش بالاتصال بالاتصال ابوي ما حد يرد اخبرتكم عنها توه واصله خذنا الاول اثنين ويازن ها صبر صبر بفتح الباب انا بفتح الباب ها فتحوا الباب يلا اوبن ذا دور وصلنا اول بعد اثنين ويربناهن رقم واحد على هالاساس طلبنا ابوي اثنين بعد مقيل هاي اللي خبرتكم عنها اللي في دلممول الدور الثاني اللي مالات الفراش هاي اللي بخبركم اللي اخذت منها قبل اسبوعين هي فوق يلا يلا فوق لو ما يازم ما طلبت حق العيال ما برخاص لكن ما بغلايه ها بي كيف بيكسر سامان ما برخاص لكن ما بغلايه انهن يعني يقطعن اليوف لا سعرهن مناسب وهذا ابوي الشيء الواحد ما ياخذ بين يوم وترك كل يوم وترك ما برويد ينخر ابوي في السنه احسن يعني في ثلاث أربع سنين غيروه ثلاث أربع سنين غير ترى هذا العمر افتراضي شرات الكندورة ما بشرات الأول حد من العرب يحيش الكندورة شيء حد من العرب عندهم كنادير من قبل الاتحاد ولين اليوم يحيشونهن حيش البلاء كادينهن كد يتحرانيله لها وقت
الكندورة لها وقت، الوزارة لها وقت، حاب يعني الواحد يكمل دهر. لا يلا وين القو انقفض يلا ها رص حمل يا ويلك تونا مدخنين ما عنثرنا. Thank you very much. يلا ورا بعكم still there is another one. After all those years, I can say I'm an expert in the subject. And experience has turned me into a man who knows what he wants. Sleep. I want to sleep. At the end, I need it too. Box Mistra. Lasciati sedurre. الثانية الله يحفظكم. يا ربي كم بيساوقون. يلا 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 ايه المنهتر. for example this binomial, right? I can give you this or I can give you something else. الله يسلمك اللي توني نزلته هاي الدعوه جاي عاد من كم من يوم او اليوم وباكر اليوم باكر بنزلها ما وقتها لكن اليوم وقتها هاي الدعوه الله يحفظكم جاي من طيران الاتحاد بخصوص تسيير اول خط سير مجدول من ابو ظبي على متن طيران الاتحاد الى عاصمه اذربيجان باكو. ان شاء الله بكره راح تكون اول رحله وانا بكون على في استضافة طيران الاتحاد إن شاء الله إذا الله جعلنا من حيين وبننقل لكم نوع الطيارة وتدشين المكتب طيران الاتحاد إن شاء الله في باكو بنشوف المستجدات والشيء اللي يستاهل ويرزق التصوير ويبيض ويه إن شاء الله مكتب الاتحاد إن شاء الله قدام عملائه واللي راغبين السفر إلى مدينة الطبيعة ومدينة المدينة يعني شو بقول لكم بلاد إن شاء الله بنوصل أكيد جايينها قبل 5-6 سنين 4 سنين ومخبرنكم عاطنكم العلم والخبر عن كل شيء من قبل وموجود حتى على اليوتيوب لكن ما يمنع ذلك إن حين لنا السيرة رسمية وإن شاء الله ما لكم إلا كل بياضوي وإن شاء الله ما تلقطون إلا كل شيء زين وكل شيء فنان وكل غاوي والسيرة عاد حطيت لكم الدعوة على أساس تعرفون إنها سيرة رسمية يعني فإن شاء الله أنه بننقل لكم كل ما هو يعني كل شيء يفرح الدولة ويفرح المعازيب ويفرح الشعب ويفرح طيران الاتحاد روحه طيران الاتحاد هذا ناقل رسمي للدولة فلازم من المفروض أن كل حد يعني هاي واجهة الدولة فمفروض أنه هذا خطوط حمراء ما شيء عقبها ما شيء واحد واثنين يعني في على الله إن شاء الله يوفجهم لما يحب ويرضى ويرزجهم وإن شاء الله إلى الأمام من وجهة الذبابي خلينا نرمزنا ومن شيء من حسن إلى أحسن وكل يوم شيء جديد ومثل ما نظرت لنا طيران الاتحاد ما شاء الله عدت وبدت ما خلت بلاد ولا قارة في الدنيا إلا سارت سيارات لها رحلات يلا الله ييسر الأمور إن شاء الله وبرد بنام سعد خلاف. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة بارك الله فيك ما شاء الله عليك. متى يجي مطحنة؟
يلا بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك. شو اسمك انت؟ محمد حفيظ. محمد حفيظ قول لي. ما شاء الله والطلاب ما يوني تبارك الرحمن. يلا يارك الله يا حفيظ حفيظ الزمان. ها لا تكسرون بيتنا شوي. يلا بارك الله فيكم. هذا الله يحفظكم ساعة شد يابوا اثنين وردوا حين وطلبوا العياقة حتى نحن بقى ش حتى انهم تاخذ حق بناتك ونحن ما اخذت لنا. ليش وجه التأخير؟ Why too late? Yeah, this is too much traffic. يا الله عشو Where the old one? Outside, sir. Is that good, huh? Good, yes, very good. شو أقول لكم عرضهم؟ شو معرضهم؟ يعني ومريحات بطريقة ما تخيل، يعني مش إنك الحين تجلس في مكان تجلس عليهن وتنش تلقط الخبز مكان ها لو بجلس عليها وزن 300 كيلو في نفس الوقت يصير أنا الطعجة ما تتم. وايد فيهن مميزات، يعني على أساس خدت لي هنا والعيالي كلنا الله يبارك غيرنا الأوليات كلهن. Thank you من الحناية. وين بتودون هذا؟ ها يش شلوا وياك ودي هناك كشرة. يا اليابس انت والله يا ابوكم، يعني ما كنت هالمثل الاول الحين امشي وتراي ريب كبري. الله بالمستعان. هذا كله ورا ابوي سيره هيوستن ونيويورك، بعد بربها بعد هيوستن القاله نيويورك بطرت بطره في الصراخ على الاساس غادي هتراي ريب كبري. هاي كابتن ما باليد الحين ما زين للنفاف نفاف فنان. يا الله يا رب تزيد وترحم عبيده. يا الله يا رب ترحم محمد. اقول لكم عاد عاد بكره ورا بكره ما شيء تمرين، اكون ان شاء الله في باكو. هذا اربيجان والله بلاد فنانه. هذا اربيجان جيتك كملت فيها 5 ايام 6 ايام كانها وقت ظهور المعاش. تخف العرب من الجيم خاصة فئة الشباب الله يحفظهم. أظني ترى يوم ظهور المعاش حق ينقطعون. شو أنا ملاحظ كل شهر الشهر هذا قلت عاد بقطع الشك في اليقين، قلت بقطع الشك في اليقين إني بتأكد إذا إن المعلومة هاي صح ولا لا. طلع صح إن يوم ظهور المعاش وقت ما يفيض المعاش تلقط الشباب اكثريتهم ما حد يلجم لمدة يومين 3 ايام 5 ايام من عقب عادي يجلسون لك يعبدون الجم عباده. من عقب ما يظهر المعاش يعبدون الجم عباده ما شاء الله. مو كلهم، لو خليت خربت حد منهم، لكن 98%. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساك الله بالخير والنور والسرور. عمي خالد شارك الأخبار عليكم بخير. يا مرحبا بك والله نورت الدار وجيتنا. يا مرحبا بك والله ان الدار مبروك. بيوم انت كنت مع حد مرة انت صاح مع حد الدار مرة مرة ما يوم يتو والله ان نورت اسفل حتى شوفوها. نعم ما كنت بوجودك طبعا وياك عليوي. انا حبا عمي خالد شو اخبارك بيتك شو على امك شو مسوي طمنا عنك طمنا عن حالك. يا مرحبا بك عمي خالد نمتوك في أقرب فرصة إن شاء الله. أنت باكر يمكن مسافر على باكو وإن شاء الله الأسبوع الجاي إذا أنت ما عندك شيء يوم الخميس أمورنا طيبة إن شاء الله نتلاقى وياك. حد لي أمس منكم ولا أنت بتأمس؟ لا أمس؟ تعال أمس حالك خالد خالدي.
حد يظهر بجنب الساعة 11:30. أنا شفت الأدم المخالف ترى طول النهار في البيت ويلس في الزراعة، وكان عندي حاجة تنبقضيها شرق ولا غرب، أسير أنا الجيم أملي فراغ، يعيبني أملي فراغ ويكون شيء دايم يعني. وهذا سيستمي كل يوم على هالمنوال، يقول بلاك والله ما تسير الضحى تسير الصبح، ما في يسير الصبح، الصبح أبوي الناس تسرح شرق وغرب خلصون أشغالهم، أنا ما بسير أبوي أيلس أودر سمونه أشغالي وأسير للجم، ما في يسير الجم الضحى، ما شيء عندي أي عيب يسير المساء، ألقط ربعي وصدقاني أرمس وأسولف وأشوف اللي ما شفته يعني. يلا أوصل البيت بسولف عندكم. يت الله يحفظكم. خاطف ساير الخيمة أيلس ووايقته لأن حفيظ يالس يتعشى. يوم طالعت يتعشى شو لأنه عيش ودال. هبدال عدس لو دال اليوم عدس مسوين عيش أبيض. وهذا شو؟ هذا ما أدري شو، أدري كله خالي. هذاك شو هذاكي؟ سمك صالونة. هاك صالونة السمك. المهم تهلع شريته على العيش والعدس اللي هو ياسي ياكل منه. وما زين هذا على جدل بشاتير ألد أكل في البيت القطون عندهم. ما زين وريح غير نمون تضرب في خمرة الرأس وغليظ ما بيعينك مام الخرس لا، وحامز وطعمه جامي ما بيعينك تفل ماسخ لا جامي ولذيذ. رقم واحد وحطيت لي نص من لاس عيش أبيض، يمكن أربع أخواتيج من الكبار مع عممت بهن العيش عدس. واللذة اللي في الدنيا كلها ما بخليه في خاطري ما بعير نلت أبوها من حاله. شو يعني هلت عمري مليون عدس ما يمتأ، والعدس أبويها بروتين ريج شويون عيش عادة تحت لك اللح ولا قوة كرهات كل من كنت سويت لي سبب.